شباك تاع الصيرفة الإسلامية في هذه الولاية، وتعتبر هذه هي ثامن ولاية بعد ما قمنا بتغطية كل من الجزائر العاصمة. في الدراسة الميدانية تاعنا قمنا درنا 9 منتجات مالية، 5 موجهة للانتخاب و4 لعملية التمويلية. ومن الناحية الثانية أنا نعملوا باش نوضعوا منتجات خاصة بالمؤسسات، راح نسرعوا في هذه العملية وراح نكونوا أكبر، يعني نديروا عدد أكبر من الوكالات قبل نهاية سبتمبر.